كان يلحق لي واحد يحتار مع هذا النهار الجمعة بعدا كان نهار الجمعة نهار الله الجمعة كاع يقول خليو هذا النهار مازال يحلو غدا سما البيزا حال الليل وكل شيء حال دابا فهمتي ولاد مي فاس دابا الناس ذاك الناس فهمتي عندهم الربح في هذا الشيء مثلا فهمتي شي ديال الضريبة وإلى آخره دابا الصراحة دابا عطا واحد القيمة دابا هما زادوا فيه تا هما عاوتاني كل صراحة ما كانش يحلو اليوم الجمعة بكل صراحة يخليو فوت هذا النهار ديال الجمعة هذا ونهار هذا ديال المؤمنين فهمتي الى اخره كانوا يحتاربوا على النهار مع الجمعه المهم بس لا وهاد الناس التسير ديالهم الله يهديهم فهمتي بكل صراحه السير عشوائي لا في الرياضه لا في اي حاجه فهمتي اليوم الجمعه كانوا يحتارموا اليوم الجمعه بكل صراحه بعد بلي ما ملحقوه فهمتي ملي كيقال داكشي محلول تبعوا الله يعفو هكا دابا الشعبان الله يعفو لا امتي محمد فهمتي يعفو عليه الله فهمتي وكاين دابا مسكين دابا اللي مبلي دابا فهمتي كيشرب تا هو الله يهديه فهمتي أنا هو فهمتي بلا ممكن يحضر بعدي كيدوز واحد الأسبوع ولا شهر ولا هادي بنادم ولا يعفو عليك الله في خطرة واحدة المهم بنادم راه مبلي راه مبلي كيتسنى بحال هاد النهار كما عليه والو كنت مسؤول أنت ومع هاد النهار ما كانش يحلو فيه الجمعة حتى النهار زعما كان نهار عند الله مزيان هاد النهار الجمعة ما كانش يحلو فيه بكل صراحة أسكي تحمض عطا في الدار الحمد التليل فهمتي غير هو زعما الإنسان ما كانش يحلو اليوم بكل صراحة كلهم كل شيء حال فهمتي دابا المهم الحكومة باغا الفلوس باغا الفلوس بكري ما كانش هادشي هذا ملي كان الحكومات كانوا يعطيهم واحد الوقت في الاسبوع ولا هادي هو بحال دابا اليوم الجمعه وحالين حرام بكل صراحه حرام يحلوا اليوم الجمعه بكل صراحه وراه 48 ساعه شحال واحد يوزن بلا ما كيكون غير 10 بواحد المده ملي كيبدا ما كنعرفش عارف يقتاس بلا ما كيشرب صدام دابا وكيشربوا يعاودوا يشربوا راه يفرفر ديال الطياره ديال الله يا ربي الله يا ربي فهمتي لا دخل بدا تدريجيا دابا فهمتي كيقدر صدام يبدا بديك السيترو ولا هادي فهمتي بدا بشويه والله يعفو على امتي محمد. Thank you.